مرحبا جميعا ومرحبا بكم في كل ما هو جديد في لعبة فري فاير. أنا اسمي عليا، لاعبة فري فاير، لاعبة مغربية، ألعب فري فاير منذ 2018. مرحبا بكم من جديد في كل ما هو جديد في هذه اللعبة مع عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معاكم المطور عمار، وفي هذه اللحظة حقول لكم الأشياء الجديدة في التحديث مع فري فاير. وطبعا أكيد اشتقتم لي برمودا وهي مثلجة، صح ولا لا؟ أكيد صح، اشتقنا يا عمار للثلوج، خصوصا في فصل الشتاء. طبعا ما هو أجمل من تساقط الثلوج في منطقة بيك. برمودا مثلجة، لكن مو بس هذا الشيء الجديد، عندنا أشياء جديدة كمان يا عليا. عندنا برمودا مثلجة، وعندنا موارد جديدة في باتل رويال، وعندنا كمان شخصية جديدة اسمها إيجنس. عندها إيجنس، هذه الشخصية عندها قوات حارقة، وطبعا الأهم من كذا عندنا نظام جديد للكلانات. ladies and gentlemen woohoo let's go. أكيد متحمسين كلنا للنظام الجديد للكلانات. طبعا اللي كنعرفوا كلنا أنه اللاعبين اللي كيشجعهم أنهم يلعبوا فري فاير هم أصدقائهم وتجمعاتهم في الكلانات، اللي كيدخلهم في واحد الجو ديال التحديات، وطبعا غادي يكونوا كلهم فرحانين بالنظام الجديد للكلانات. Let's go. أوكي أختي عليا، أنا بقول لك حخلي الأمور أفضل، أوكي؟ حاعطيك بعض اللقطات أو الصور وإنتي خميني شو فائدة هذول العناصر أو الفوائد الجديدة اللي حتشوفينها، أوكي؟ أوكي يلا. أوكي، ده العنصر اللي تشوفين الحين، خميني شو فائدته؟ حسنا اللحظة، أظن أنه رح يكون سلاح رشاش على ما أظن. صدقتي وصدقتي وصدقتي، لكن مية جوهرة مني لأنك صدقتي. هذا الشيء تحطيه في الأرض، أوكي؟ تحطيه في الأرض وحيتخلك رصاصات، وكل أعدائك حيكونوا ميتين على الأرضية. مزيان؟ هذا طق مزيان، مش مزيان. رائع جدا. أوكي، وأنا أقول لك طيب، خمني الشيء اللي بعده، إيش رأيك؟ إيش خمني؟ واو حسن، هذا صعب شوية صراحة، ما عرفت. كيف ما تعرفي؟ أنا أقول لك شو هذا، هذا اسمه بوابة محمولة، يعني منك تتنقل من منطقة إلى منطقة ببساطة، روح أي مكان تبغيني في أي وقت. حلو، مرة حلو، وش رأيك فيه؟ لا، هذا راح يكون أفضل شيء جديد في اللعبة، لأنه راح يخليني أصنع طريقي الخاص. أكيد أنا دحين بتنقل من الاستوديو بروح للمغرب. راح يتمنوا اللاعبون أنه يكون حتى بالحقيقة. هذا ممتع. أوكي، خمني آخر شيء عندك هذا الفيديو، خمني إيش رأيك؟ كأنه يعطيك مهارة كرونو، لكن ما عرفش كيفاش كيخدم. أنا أقول لك يا أختي، حسنا في التحديث الجديد في باتل رويال، أوكي، في باتل رويال حيكون عندك بطاقة نشطة إضافية، بطاقة تنشيطية إضافية، أوكي، فيكون عندك مهارة نشطة جديدة مرة واحدة لكل بطاقة. إيش رأيك؟ هذا توب جي توب، واعد توب جي، تحديد تجديدات كلهم رائعين قدام. عمار تفضلي. أكيد كاينين تساؤلات لا مني لا من اللاعبين الآخرين، وبغينا نعرفوا كيفاش كيشتغل النظام الجديد للكلانات. أنا أقول لك عندنا يا أختي أربع أشياء جديدة في نظام الكلانات، أوكي، أربع أشياء. الشيء الأول عندنا واجهة جديدة، من هذه الواجهة حتعرفين مواقع أقرب الكلانات حواليك، يعني أقرب كلان لك حيخش معاك في حرب، حيخش معاك في مباراة، اقتليهم، أوكي؟ أوكي. ثاني شيء عندنا كل نهاية أسبوع بطولة للكلانات، يعني كل نهاية أسبوع حتشوفي حروب بين الكلانات، حتشوفي مباريات ومبارزات بين الكلانات، وحنشوف بطل جديد كل أسبوع في بطولة الكلانات. الشيء الثالث، أنا أقول لك الشيء الثالث، هو أما يكون عندك عضو في الكلانات خسر أو أنت خسرتي في مباراة، ما تخافي عن نجومك. ليه؟ لأنه عندنا عنصر جديد اسمه بطاقة حماية النقاط، يعني ألعبي وأنت مسالمة، ألعبي وأنت في أمان. مواه. لوفلي. واو
يعني دابا انت تقصد انه الى دخلت في اللعبه انا والاعضاء ديال الكلان ديالي وشي واحد فينا خسر او لا انا خسرت والى كنا مستعملين البطاقه ديال حمايه نقاط الكلان يعني نقاط الرانك عفوا يعني ما نخافوش على النقاط ديالنا. ما تخافيش العب انت بامان العب انت مسالمه ما تخافيش انت بس العب. هذه حاجه مفيده جدا ومتاكده باللي لا انا لا الناجون غادي نستعملوها بزاف 100% اصلا عليك. لا تنسي لسه بقي شيء رابع ما قلت لك ايش هو. الشيء الرابع قريبا حيكون عندكم شيء اسمه حرب الكلانات. الشرح المفصل حيجيكم بعدين. حرب الكلانات هذه شي حاجه اللي متشوقه لها انا شخصيا بزاف واكيد انه حتى اللاعبين متشوقين لها لانه الكلانات هما اكثر حاجه اللي كيف ديما كنقول كتشجعنا اننا نلعبوا والا كانوا الحروب ودخلنا في الجو ديال الحماس ديال المباريات فغادي نكونوا توب 100% متشوقه بزاف اكيد. انت متشوقه انا متشوق كلنا متشوقين. حرب الكلانات قادمه اليكم قريبا ايها المشاهدون. اوكي اختي عليا تكلمنا عن الاشياء الجديده تكلمنا عن التحديثات الجديده اللي فري فاير حاليا ابى تقييمك ورايك على التحديثات الجديده اعطينا صراحه تحديث ديال الثلج ماشي مفيد. انا الثلج كيعمل لي عينيه اكيد كنضحك معاكم. طبعا التحديث الجديد ديال الثلج من افضل التحديثات اللي كيخليونا اننا نتفكروا ايامنا القديمه في لعبه فري فاير وكيفاش كنا كنلعبوا مع بعضياتنا من قبل وكيفاش كيفكرنا في الاجواء القديمه والاجواء الشتويه باش اللي كنا كنلعبوا فيها. وطبعا زائد انه التحديث الجديد ديال الكاركتير إيغنس واللي كيعطي مهارة جد جد مفيدة للاعبين كلهم أنا وأنتم كذلك. وما ننساوش النظام الجديد للكلانات اللي كيخلينا ديما مجموعين وديما قراب من صحابنا ومن بعضياتنا وكيدخلنا في جو المغامرات وجو التحديات. وطبعا اللي كيبقى أفضل تحديث بالنسبة لي في هذه التحديثات الجديدة وهو البوابة السحرية المتنقلة اللي غيخلينا نصنع طريقنا بأنفسنا. وأو ما رأيك يا عمار؟ صراحة أنا الثلج بربودا لأنه في حرب برمودا المفروض تكون مشعلة فيها نيران الثلج حس شيء تعبان. عمار أنت تعبان بس من الخدمة في إندونيسيا والحرارة لكن أنت شي حاجة اللي كتخلينا إحنا كلاعبين تعبانين. طبعا احنا كنكونوا في جو النيران وقتال داخل برمودا فاكيد اكيد غنكونوا كنحتاجوا للثلج اللي غادي يخلي يطيح علينا بردا وسلامه. اوكي هذا رايك هذا راي المجتمع انا ما هبني لكن اشي يرجع عجبكم لا هذا راينا احنا كلاعبين. وطبعا نهضر لكم شويه حتى على سونيا وديميتري الجوج ديال لي كاركتير اللي انا شخصيا كنستعملهم بزاف واللي كينفعوني. والا شفتوني درت هاد لي دو كاركتير فعرفوا انكم اختاريتوا الموت بيدكم لانه هاد لي كاركتير كيعطيو اللاعب واحد القوه اندفاعيه وانا كلاعبه اندفاعيه كنستعملهم وكنقول لكم حتى نتوما استعملوهم. وهكذا وصلنا للفقرة الختامية. مشكورين أختنا علي على حضورك معمر في الجديد في فري فاير ومعاكم. إذن هادو كانوا هما آخر التجديدات اللي كاينين في لعبة فري فاير. وأكيد طبعا كديما كنقول لكم حاولوا تخليوا لي كومنتير لو ماكس ديال لي كومونتير اللي غادي تقولوا فيهم شنو الاسئله اللي بغيتوا تعرفوا وشنو كتحتاجوا اننا نديو عليهم في الحلقه الجايه. وكنت معكم عليا وعمار. باي باي وسلاما سلام.